المرحلة الثانية من مراحل النظافة عند المسلمين هو غسل اليدين قبل الوضوء. زي ما احنا شايفين كده بنغسل اليدين غسل كبير قبل أن نتوضأ، ثم نخش في عملية الوضوء اللي هي فيها مضمضة الفم 3 مرات، استنشاق الأنف 3 مرات، غسل الوجه 3 مرات، وبعدين غسل اليدين 3 مرات. زي ما احنا شايفين كده اليد اليمنى لغاية الكوع فوق 3 مرات، وبعدين المسح على الرأس والأذنين والرقبة مرة، وبعدين بعد كده هو غسل القدم إلى الركبة 3 مرات وتخلل المية داخلها. كل هذه العملية بتؤدي إلى أننا بنزيل كل القاذورات والجراثيم اللي بتكون موجودة على الجسد، خاصة اللي هو الوجه واليدين والفم والقدمين والرأس إلى آخره. لما ننظر لمثل هذا العمل نجد أن المسلمين بيتوضأوا 5 مرات في اليوم، يعني بيغسلوا اليد دي 15 مرة في اليوم، والوجه 15 مرة في اليوم، والقدم 15 مرة في اليوم، يمسحوا الرأس والأذن والرقبة 5 مرات في اليوم، علشان هكذا علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكونون نظاف دائما حينما يلتقون بالله سبحانه وتعالى في صلواته.